لا أريد أن أفقدها ككردي كمتابع لهذه الأوضاع بصورة متواضعة التي تمت على إقليم كردستان وعلى أربيل. إنني شعرت يعني أول مرة في حياتي شعرت بأنه الرأي العام العراقي تحرك لمسألة تخصني كفرد، والانتماء العراقي الكرد الآن يحس بأنه لا والله يعني ليس فقط الجبال أصدقاؤنا، هناك أصدقاء مثل ضيفك المحترم وجنابك الكريم والإعلاميين الصقور في الساحة الإعلامية. هذا ما شعرت به على وجه في إطار ضيق، يعني من النظرة الشخصية حسيت بأنه الناس اللي كانوا لحد يوم أمس كنا نحس بأنه هناك نزاع وهناك مسائل أزلية، من الصعب أن نصل إلى نقاط مشتركة. كنا خاطئين في هذه المسألة والتمسنا هذا الدفاع عن الحق وليس مطالبة بأكثر من حق. أصبح هناك صدى لهذا الخطاب الجميل بصراحة، يعني هذا إلى جانب. تفضل. ولكن إلى جانب هذا نعم هناك هذا النمط من الخطاب المهزوز الذي ضعيف روحه، يعني من قلبه يعرف بأنه هو مش على حق، ويجي شرعا الاعتداء على سيادته، يقول خليه ينتهي، خليه هذا الطفل اللي عمره أقل من سنة الموسادي الخطير خليه يستهدف، وهذا البيت الآمن اللي أنا شاهد عيال شفته وجارنا يعني يقول هذا يمكن ما ليس بصحيح، يعني إنني يعني ممكن أن تأخذني شاهد عيال شفنا والتمسنا بأنه أمامه. وبعدين أنت شلون تيجي اللجنة الرسمية الذي تم إرسالها من الحكومة المركزية بأم عينه قال هذا هو، وما يحتاج إلى أصلا تحقيق، هو الجهة اللي أرسل هذه الصواريخ تقول أنا اللي نزلتها، شو تريد يعني أكثر من التحقيق يعني؟ وهناك بيئة مهدوم وبدنيين مستهدفين يعني.